في محافظة الجيزة يحاول شاب مصري إيجاد بديل محلي لمركبات التوك توك التي تغزو شوارع مصر منذ سنوات. وفي ورشة بمنطقة كرداسة يعمل أحمد سعيد صاحب الفكرة بدأب على تطوير سيارته الميني كار دون دعم حكومي. يقول أحمد إن سيارته أكثر أمانا من التوك توك الذي بات عاملا مشتركا في كثير من الجرائم، كما يتوقع أن توفر هذه السيارة ملايين الجنيهات التي تنفقها مصر سنويا لاستيراد التكاتك. سيارة ميني كار سعرها اقتصادي جدا كان بالنسبة متناول لأي وسيلة شبيهة لها في السوق المصري. سعرها بيبدأ من 30 إلى 34 ألف جنيه كمقارنة بالنسبة لأي منتج شبيه لها. هي عامل الأمان فيها متوفر لأن هي بأربع عجلات، فيها عامل الثبات، عامل الأمان، أمان بالنسبة للراكب، اقتصادية في قطع غيارها، اقتصادية في صيانتها، اقتصادية في بنزينها. كمنتج لسه بينطرح جديد في السوق، قطع غياره مألوفة جدا، مش معمول. أنا مش عامل قطع غيار محتكرها لا أنا ولا غيري ولا أي عاملها، على قطع غيار مألوفة من السوق المصري متداولة ورخيصة جدا عشان ما يبقاش فيه احتكار لقطعة الغيار. لا، قطع غيارها متوفرة بسهولة في أي مكان. المنتج محلي بنسبة 80%. العربية دي شاسيها 4 ملي، شاسيه اي وسيله شبيهه ليها في السوق المصري حاليا عامل 3 ارباع ملي، يعني فرق 3 ارباع. موتور 300 سي تبريد ميه، كفاءته بتوصله انه يوصل يمشي 20 ساعه متواصل. لما تفتح حضرتك ملفات وزاره الداخليه هتلاقي فيه الاف الجرايم بسبب التوك توك. انما حاليا العربيه دي لما تيجي تنزل وننمطها ويكون لها نمر ارقام في كل مركز وفي كل مجلس تبع مجلس مدينه، يبقى لها نمر ولون محدد، تعرف تحدد هويه الشخص اللي راكبها. بالتالي لما يحصل اي مشكله او اي جريمه او اي تعدي تعرف تحدد هويه الشخص. الجهات المسؤوله كلها شافت وسمعت، لكن لا حياتي لما تنادي معاهم. انا ما فيش حد اللي بيسمعوني بيجوا يعني سمعوني من دول عربيه ودول خليجيه ودول افريقيه سمعوني، وفي مصر ما سمعونيش. انا حاليا بفضل ربنا منتجي هيبدا في الفتره الجايه او بدا بالفعل ينزل فعليا في الشارع ويتجاوب والناس بدات تتفاعل معاه تفاعل غير عادي. انا والله لما فكرت ان انا اشتري العربيه دي فكرت اشتري عربيه اللي هي الجولف كار اللي هي الصيني اللي هي بالكهرباء، فلقيت ان العربيه الصيني اللي هي بالكهرباء في فتره معينه بالبطاريات، فالفتره بتاعه البطاريات دي بتاخد مده معينه بتاع ساعه ولا ساعه ونص وبضطر ان انا اشحنها تاني، فما كانتش هتنفعني في شغلي خالص. انا اشتريت العربية دي من حوالي 4 شهور، جربتها بالفعل على العربيتين اللي هما طفطف، حاولت ان انا اعمل واحدة عندهم هناك لما بعد التجربة جربتها بالفعل ونفعت، فقررت ان انا اشتري العربية، ومن ساعة ما اشتريتها وهي شغالة زي الفل، مش ما فيش منها اي مشاكل. منتجي هبدأ ان انا هبدأ اصدر فيه للخارج. نفسي مصر تبقى دولة صناعية، يبقى فيها نهضة صناعية، نفسنا نصنع، نفسنا نبني، نفسنا نصدر مش نستورد. احنا للأسف كل معالم الصناعة عندنا ماتت في مصر، حتى أبسط حاجة في ايدينا بنمسكها الولاعة والكبريت باكستاني وصيني.